أبدى الاتحاد السعودي لكرة القدم رغبته في طلب استضافة مباريات دوري أبطال آسيا 2021 بالتنسيق المباشر مع الأندية المحلية المشاركة والراغبة في الاستضافة. وأوضح الاتحاد أن كافة الملاعب المتاحة مطابقة للشروط الواردة في تعميم الاتحاد القاري. أعلن نادي الوحدة السعودي إقالة المدرب البرتغالي إيفو فييرا وتكليف مساعده الأول الأردني محمود الحديد بخلافته مؤقتا. وسنتطرق لملف إقالة فييرا وتغيير المدربين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بالتفصيل. أنهى نادي الشباب السعودي صفقة التعاقد مع النيجيري إيجالو المهاجم السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد وصول اللاعب إلى الرياض الاثنين. وأكدت مصادر صحفية أن الشباب أنهى الصفقة مقابل 6 ملايين يورو لمدة موسم ونصف مع أولوية التمديد لموسم إضافي. اقترب نادي الأهلي السعودي من إنهاء صفقة التعاقد مع مدافع نادي ضمك الأرجنتيني كريستيان ليما. ويأتي تعاقد الأهلي مع ليما بشكل مفاجئ وغير متوقع، حيث ارتبط في الفترة الماضية بأسماء أخرى كمحمد علاء ومحمود الونش وجمال بالعمري وسعد ناطق. أعلن نادي العين السعودي عن تعاقده مع المدافع الغاني أبراهام فريمبونغ. وكان العين أعلن قبل أيام عن تعيين الإسباني بابلو ماشين مدربا للفريق، والذي سبق له العمل رفقة أندية إشبيليا وأسبانيول وألافيس في الدوري الإسباني. اختار مدرب المنتخب الإماراتي الهولندي فان مارفيك 28 لاعبا في القائمة الموسعة للأبيض في التجمع الداخلي الذي سيقام في دبي بين 6 و10 فبراير الجاري.